ما خطورة دخول البلوش على خط الاحتجاجات والتظاهرات والمواجهة المسلحة الضيقة وإن كانت ضيقة في بعض أطراف مدينة زهدان في بلوشستان؟ يعني على الأقل فيش تحرك جديد، لأن أخواننا من زمان يعني كانوا يتحركون، بس للأسف ما لقوا الدعم كما يجب. أتكلم عن أخواننا البلوش، لأن أيضا في ضغط آخر قد يأتي من باكستان، لأن أيضا جزء من أراضيهم محتلة، وبالتالي يعني لا نتوقع الكثير، لكن لابد من دعمهم ودعم أخواننا الأحوازيين، دعم الأكراد، دعم التركمان، ودعم حتى الأتراك بتحريك الناس الموجودين في تبريز والتحدث حتى مع النظام التركي في هذه المسألة. مصالح معينة موجودة، يعني حتى لو دخلناه معانا في قضية حماية أمن الخليج العربي بوجوده كعنصر ضاغط على ما هو موجود حاليا. وفي ناس تتعجب من هذا الأمر، عندنا قوات أمريكية وعندنا قوات بريطانية، قوات التركية دخلت قطر، وكان ممكن نسوي أشياء كثيرة جدا من وراء العملية. إذا كان هذا الأمر موجود، ليش ما نسويها أيضا في حماية شمال الخليج؟ قوات تركية، قواعد تركية موجودة بالكويت أمام العدوين الموالي لإيران في العراق، أو العدو الإيراني وأحزابهم التابعة لهم من جهة، وأيضا ربط مصالحهم ضمن مصالحنا بمنطقة مو بس عسكرية، لا منطقة اقتصادية حرة تعطي أيضا الأتراك ميزة إضافية ببيع منتجاتهم والاستفادة من موقعنا الاستراتيجي. هذه الأشياء كلها لابد من إعادة النظر فيها وضبطها في مسألة العلاقات بيننا وبين دول أخرى إحنا نتعامل معها مثل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وقد يأتي دور في يوم من الأيام للروسي والصيني حسب معطيات الأمر الآن في أوكرانيا فيما بين روسيا وأوكرانيا، وحسب تقدم أو تأخر الأوروبي أو الأمريكي في التصدي للروسي من جهة والصيني من جهة.